Bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض بإذن الله. هنكمل المحاضرة رقم 4 والمحاضرة رقم 5. هبدأ بإذن الله بالمحاضرة رقم 4. طبعا في المحاضرة رقم 4 الدكتور بدأ بقى يشرح لنا يكمل لنا الباقي. احنا كنا خدنا الديسكريبتيف ستاتكس اللي احنا قسمناه نمبر A اللي هو الميجر اوف سنترال تندنسي، اللي احنا خدناه اللي هو المين والميديان والمود، المتوسط والوسيط والمنوال. ده كان في المحاضرة رقم 3. هنكمل بقى في المحاضرة دي شرح الدكتور الميجر اوف فاريبيليتي اللي هو المتغيرات، تمام، اللي هي كانت عبارة عن الرينج اللي هو المدى، والفارينس اللي هو التباين، والستاندرد ديفيجن اللي هو الانحراف المعياري، والكوفيشنت اوف فاريشن اللي هو نسبة التباين. هنبدأ نشوف كل واحدة فيهم القوانين بتاعتها ايه هي وازاي نشتغل عليها، تمام. هنبدأ بأول واحدة بإذن الله اللي هي الايه الميجر اوف فاريبيليتي طبعا، وهنبدأ بأول واحدة اللي هي الرينج. قلنا الرينج اصلا في اول محاضره خالص لو حد يفتكر، قلنا الرينج مرموز له بالرمز ار، وقلنا الار دي بتساوي ايه، بتساوي الماكسيمم ناقص المينيمم، تمام، اللي هي اعلى قيمه عندي واقل قيمه. ده كده بالنسبه للرينج. اكمل بعد كده نخش على الفارينس اللي هو التباين. التباين عندي فيه سيمبل فارينس وديفيوليشن فارينس، برضو قلناهم برضو في اول محاضره شرحناهم، اللي هو الاس سكوير والسيجما سكوير. ودول طبعا ليهم شويه قوانين كده لذيذه. احنا اولا قلنا سيمبل فارينس اللي هو تباين العينه، وبوبوليشن فارينس اللي هو تباين ايه، تباين المجتمع، تمام. هنشوف بقى كده، رحت مقسم جدول لذيذ كده اللي هو ايه سيمبل فارينس وبوبوليشن فارينس. بعد كده قلنا ان جروب داتا وجروب داتا. طبعا احنا عندنا كل حاجه متقسمه ايه، اللي فيه جروب داتا وان جروب داتا. الجروب داتا اللي هي بقسمها كلاس، تمام، والان جروب داتا اللي هي ارقام عشوائيه يعني. هنشوف بقى الاس سكوير في الان جروب داتا اللي هي السيمبل فارينس بتساوي ايه. القانون بتاعها ايه، سيجما سكوير بتساوي قصدي اس سكوير عفوا بتساوي سيجما اكس اي. اكس اي دي اللي هي الاكسات اللي انا يعني مثلا لو قلت مثلا اكس بتساوي مثلا من 1 لـ 5، تمام، فاكس اي دي اللي انا بعوض عليها كل شويه 1 2 3 4 5 لحد ما اوصل لـ 5 اللي هو المتغير بتاعي، تمام كده. فقلنا ايه، هتكون السيجما اكس اي ناقص اكس بار سكوير. بمعنى ايه، بمعنى اللي انا عندي زي ما قلت كده الاكس لو انا مثلا مديها من 1 لـ 5، وعندي هو مديني قيمه الاكس بار اللي هو المتوسط المين بتاعي او المتوسط، هطرح القيمه دي ناقص المين، بعد كده هعمل لهم سكوير او اجيب الاس 2 بتاعهم واقسمهم على ايه، واقسمهم على الان، ان ناقص 1، تمام. دي كده ايه، ان ناقص 1، ان قلنا اللي هي عدد العينه، العينه اللي هو مديها لي، وانقص منها 1، يبقى انا كده ايه جبت اول قانون بتاع السيمبل فارينس للان جروب داتا. طيب لو هو مديني ان جروب داتا برضو، ولكن مديني مجتمع اللي هو بيبيوليشن، تمام، وعايز نجيب الفارينس بتاعه، يبقى اذا بدل ما استخدم اس سكوير هستخدم ايه، هستخدم سيجما سكوير. طيب في حاله السيجما سكوير بيكون القانون ايه، نفس القانون ده، ولكن هزود حاجه بسيطه جدا اللي هو بدل ما تكون ان سمول اللي هي بتاعت احنا قلنا الان سمول برمز لها لايه، لرمز العينه، والان كابيتال لرمز عينه المجتمع، وبدل اكس بار هتكون ايه، هتكون ميو. يبقى اذا نفس القانون عندي هو هو، مفيش حاجه فيه غيرت، الاكس اي زي ما هي سيجما اكس اي، تمام، ناقص بدل الاكس بار هتبقى ميو، لان احنا في المجتمع بتكون المين بتاعي برمز له بالرمز ميو، وبدل ان ناقص 1 هتبقى ان كابيتال بس اللي هو عدد المجتمع بتاعي كله، تمام. وقلنا مثلا لو انا عملت عينه عملت تجربه على الفرقة الأولى مثلا، فالفرقة الأولى بالنسبة لي هتكون هي المجتمع، فهكتب عدد الفرقة الأولى لو أنا بعمل إيه على الفرقة الأولى واعتبرتها المجتمع بتاعي. طيب هنخش بقى بعد كده على السيمبل فارينس ولكن للجروب داتا اللي هو إيه، اس سكوير برضو، تمام، ولكن طالما عندي دي جروب داتا يبقى إذا دخل عندي إيه، دخل عندي الفريكونسي اللي هي إيه، اللي هي الإف، تمام كده. فبالتالي هبدأ بقى أقول إيه، هقول يبقى إذا سيجما سكوير بتساوي عفوا اس سكوير بتساوي سيجما اف اي اللي هو مجموع الفريكوانسي بتاعي ضرب اكس اي ناقص اكس بار تربيع على ان ناقص 1. يعني هو هو نفس القانون ده، ولكن اللي زاد عندي الاف بس، الاف بتاعت ايه، الاف بتاعت الجروب داتا، تمام كده. يبقى في السيمبل فارينس بزود بس عندي ايه، الاف اللي هي الفريكوانسي بتاعت الجروب داتا. ده بالنسبه
إيه للسيمبل فارينس. طيب في البوبيوليشن فارينس برضو نفس هو الكلام، يعني نفس القانون ده زي ما عملت هنا في الاول هعمل هنا تاني. يعني انا هنا مش كنت زودت الاف، هنا برضو هزود بس الاف وهو نفس القانون اهو. يبقى اذا سيجما اف ضرب اكس ناقص ميو تربيع على ان ايه، ان كابيتال اللي هو عدد المجتمع. بس بعد كده بقى جيت هنا عملت ايه، بعرف بقى القانون ده اللي انا لسه شرحه دلوقتي، اللي هو اس سكوير اللي هي الفارينس، وسيجما اكس اي اللي هو سميشن اوف نمبر، تمام، اللي هو النمبر اللي عندي اللي بيتغير كل شويه بتاع الاكس، تمام. بعد كده سيجما اكس بار اللي هو سميشن اوف مين، وقلت عندي في حاجه مهمه جدا ان الاكس بار دي اللي هو المين احنا كنا بنستخدمه في القانون اللي كان ليه قانون المين كان ايه، هو قلنا سيجما اكس على ان، تمام. فبالتالي انا ممكن اشيل السيجما، اشيل الاكس بار دي اعوض عنها بالقانون ده اللي هو ايه، اللي هو سيجما اكس على ان، تمام كده. فبالتالي هيكون شكل القانون ازاي، يعني انا كده لو جيت هيكون مثلا اس تربيع، تمام، بتساوي سيجما اكس اي ناقص، وافتح قوس كده صغير واقول فيه سيجما اكس على ان، تمام. كل ده حصل قسمة ايه، ان ناقص واحد، تمام. فبالتالي انا ممكن اجيب الاكس بار لوحديها في خطوة وممكن ادخلها في القانون بالشكل ده. طيب وعندي برضو الميو كان برضو القانون بتاعها كان ايه، كان سيجما اكس على ان كابيتال اللي هو عدد ايه المجتمع. قلنا ان بقى عندي اللي هي التوتال اوف سيمبل، تمام، والسيجما اف اللي هو سميشن اوف فريكوانسي. ده كده تعريفات الرموز دي. وقلت برضو عندي في ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، اللي عندي سيجما فريكوانسي هي بتساوي ان، زي ما انا شرحتها في المحاضرة رقم 2 و3. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قلت لو انا عندي مثلا 15 عينه والفريكوانسي بتاعي لازم يطلع برضو 15، بس بمعنى ان مجموع الفريكوانسي يساوي عدد العينه. نكمل بقى بعد كده ندي مثال بسيط، تمام. كان الدكتور ادانا مثال بيقول لي عندي بيبيوليشن، هو محدد لي هو اللي هو عنده بيبيوليشن، يبقى انا كده ايه، طالما بيبيوليشن يبقى انا هستخدم السيجما سكوير، تمام. بس فبالتالي كان مديني هو الكلاسز كده، ومديني الفريكوانسي بتاعها، ده كده اللي هو مديهوني في السؤال، وبيقول لي انا عايز منك السيجما سكوير بتساوي كام. طيب هعمل انا ايه بقى، هو مديني المربعين دول الخانتين دول بس. فبالتالي انا اول حاجه هروح جايب الاكس ميد، اكس ميد بوينت، بعد كده هضرب الاف في الاكس ميد بوينت عشان اجيب الميو، لان انا عندي الميو بتساوي ايه، الميو قلنا عندي بتساوي سيجما اف ضرب اكس على سيجما اف، اللي هي انا لو جبت هنا الاول الاكس ميد بوينت 5 من 5 ل 10، ده كده الكلاس بتاعي، يبقى كده الاكس ميد بوينت بتاعي كام، ب7.5. وقلنا الكلاس انترفال بتاعي كام، هنا الكلاس انترفال بتاعي بيساوي 5، يبقى انا كل مره هزود 5 يبقى 7.5، لو زودت عليها 5 تديني 12.5، 12.5 لو زودت عليها 5 تديني 17.5، ده بدل ما اجمع واقسم كل مره، تمام. بعد كده اضرب ال3 في ال7.5 اديتني 22.5، وهكذا جمعت في الاخر ضرب سيجما اس اف اوف اكس دي طلعت عندي 120، وسيجما اف اللي هو عدد العينات اللي هو كان مديهاني اللي هم 10، ف120 على 10 بتساوي كام؟ بتساوي 12، تمام. بعد كده كتبت طبعا الميو عندي هنا ب12. بعد كده رحت عامل ايه، قلت اكس ناقص الميو، واكس ناقص الميو تربيع، لان انا عندي القانون اصلا الاساسي بتاعي ايه، هو اكس ناقص ميو تربيع ضرب فريكوانسي على ان كابيتال اللي هو عدد المجتمع. فانا جبت الاكس ناقص ام الاول، ادي الاكس بتاعتي وادي الام، فبالتالي قلت 7.5 ناقص 12 طلع عندي بسالب 4.5، بعد كده 12.5 ناقص 12 هيطلع عندي بنص، و17.5 ناقص 12 هتطلع عندي ب5.5، بعد كده ربعتهم يعني سالب 4.5 دي تربيع طلعت عندي ب20 وربع، نص تربيع بربع، و5.5 تربيع طلع ب30 و25 من 100. بعد كده هضرب بقى في اف، لان انا قلنا عندي قانون ايه، قلنا عندي القانون سيجما اف، سيجما اف ضرب اكس ناقص ميو تربيع، فبالتالي هضربهم في بعض، تمام، طلعت عندي النواتج دي الارقام دي كده. بعد كده جمعتهم عملت لهم سمشن طلع عندي كام، 122.5. بعد كده اروح اقسمهم بقى على ايه، على الان اللي هي بتاعه البيبوليشن. فانا بعد ما عملت الجدول ده كده عشان افهمه انا جبت الكلام ده منين، هروح كاتب له بقى القانون الاساسي بتاعي اللي هو سيجما سكوير بتساوي سمشن اف ضرب اكس ناقص ميو سكوير على ان كابيتال،
اللي هي بتساوي 122.5، اللي هو حاصل السمشن بتاع اف ضرب اكس ناقص ميو سكوير على ال n كابيتال عندي اللي هو عدد البوبيوليشن اللي هو 10 بتاع الفريكوانسي، هيطلع عندي كام؟ هيطلع عندي 12.25. ده كده مثال بسيط. هنكمل بقى بعد كده. ادانا مثال تاني على الاكس بار لو هي سيمبل، تمام. طبعا في حالة السيمبل بيديني ايه؟ طبعا بتكون ارقام كده عشوائية زي ما انتوا شايفين، فمديني 1 و2 و4، وقايل لي عايز اجيب الاس سكوير بتاعتها. هعمل ايه؟ هروح حاططهم كده في جدول الاكس من 1 و2 و3 و1 2 4 5. هروح جايب الاول اكس، وهو كان مديني طبعا في المسألة كان مديني جاهز الايه؟ الاكس بار، مش زي ما انا عملت فوق. انا فوق رحت جبت الميو، لكن هو هنا مديهاني جاهز، فرحت على الاساس ده اشتغلت. يعني رحت كاتب اكس ناقص اكس بار على طول مرة واحدة، فاللي هو 1 ناقص 3 هتديني -2، و2 ناقص 3 هيديني -1، و4 ناقص 3 هيديني 1، و5 ناقص 3 هتديني 2. بعد كده رحت طبعا مربعهم اللي هو سكوير. -2 سكوير بتبقى ب4، و-1 سكوير ب1، لان التربيع بيلغي علامة السالب. بعد كده جمعتهم طلع عندي بكام؟ طلع عندي ب10. طيب كان القانون بتاعي ايه؟ كان الاس سكوير بيساوي سيجما اس ناقص اكس بار سكوير قسمة ان ناقص 1، تمام كده. فقلت 10 قسمة عدد العينة بتاعتي كام؟ اللي هم 4، دي 1 و2 و3 و4، 4 اللي هو الفريكوانسي بتاعي 4، ف4 ناقص 1 اللي هو ب3، ف10 على 3 بتساوي 3.33 دوري. العلامة دي كده معناها دوري، اللي هو بتتكرر باستمرار، اللي هو 3 3 3 3 3 3 إلى ما لا نهاية يعني، تمام كده. نكمل بقى، نخش بعد كده على الايه؟ الستاندرد ديفيجن. طبعا احنا كده خلصنا الرينج وخلصنا الفارينس، بعد كده نخش على الستاندرد ديفيجن اللي هو الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هو نفس رموز الفارينس، ولكن كان السيجما كانت بتبقى سيجما سكوير، والاس كانت بتبقى اس سكوير. هنا هتبقى سيجما بس واس بس، بمعنى ان انا خدت الجذر التربيعي بتاعهم، تمام كده. فبقت السيجما عندي بتساوي ايه؟ بتساوي الجذر التربيعي لسيجما سكوير، والاس عندي بتساوي الجذر التربيعي لاس سكوير. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان انا القوانين اللي فوق دي كده جبت لها الجذر. يعني انا مثلا ده كده اس سكوير، وده كده سيجما سكوير، نفس الجدول ده كده، ولكن هعمله واروح حاطط الجذر بس، تمام. يبقى انا كده ده نفس الجدول اللي انا هشتغل عليه، ولكن ايه؟ هجيب الجذر. فبالتالي ممكن اعملها في خطوة واحدة يعني بالطريقة دي، ممكن اعملهم خطوتين، اللي انا اجيب له السيجما سكوير الاول، بعد كده اروح جايب له الجذر بتاعها في خطوة لوحدي، تمام. نخش بعد كده بقى على الكوفيشنت اوف فاريشن اللي هو نسبة التباين، تمام. نسبة التباين دي بتساوي ايه؟ طبعا انا برمز لها في اول حاجة بالرمز سي في. القانون بتاعها بيساوي اس على اكس بار. الاس دي اللي هي قلنا الجذر التربيعي الاس سكوير على الاكس بار اللي هو المين ضرب 100، بحيث ان انا اخليها نسبة مئوية. فبالتالي انا عندي قلت ايه؟ قلت ادرب بقى على المثال اللي انا كنت لسه حله فوق ده. احنا كنا جايبين الايه؟ الاس سكوير بكام؟ ب 3.33 دوري. فرحت جايب الجذر بتاعها، فبقت جذر 3.33. وكان هو مديني الاكس بار كان مديهاني بكام؟ كان مديهاني ب 3 اهو، حلو كده. هروح ابدا بقى احسبها، بمعنى اللي انا هقول كده جذر 3.33 على 3 هتساوي كام عندي؟ طلعت عندي 6/10. ده كده مثال بسيط عليه. بعد كده دخلنا على حاجة جديدة خالص، اللي هي طبعا قبل ما نخش على الجديد اللي الدكتور كمله، انا رحت جايب دخلت على النت وجبت ملخص للقوانين دي بالشكل اللذيذ ده كده، بحيث ان الناس لو عايزة تفهمه اكتر يعني، ملخص للكلام ده كله يعني. او زي ما قلت كده، سيجما سكوير بتساوي ايه؟ بتساوي سمشن اكس ناقص ميو سكوير على ان، او سيجما سكوير بتساوي سمشن اكس تربيع، ووزع وزع السكوير دي، وزعها مره هنا ووزعها مره هنا، فبقت عندي اكس تربيع ناقص، تمام، زي ما هي. وقلنا عندي الميو بتساوي ايه؟ بتساوي سمشن اكس على ان، فعملها سمشن اكس على ان الكل تربيع. وطبعا الان فضلت زي ما هي اهي، نزلت زي ما هي، بس ده اللي هو عمله. فالقانون هو مفيش فيه اي اختلاف خالص، ولكن هو فك الميو وايه وكتبها برضو هنا برضو. ده كان طبعا في الان جروب داتا. طيب لو في الجروب داتا بعمل ايه؟ قلنا في الجروب داتا بزود بس الاف عندي اللي بتاعت الفريكوانسي، برضو نفس الكلام.
راح عامل هنا في القانون التاني، راح موزع السكوير، يعني خلى سكوير كده راحت على الاف وراحت على الاكس، بعد كده راحت على الميو، تمام. فبقى عندي اف اكس، طبعا معلش انا اسف في عندي غلط هنا، اللي هو السكوير عندي اتوزع على الاكس والميو بس، الاف هنا ما كانش عليها سكوير ولا حاجه، فبالتالي الاف نزلت زي ما هي. بعد كده الاكس بقت اكس سكوير، فنزلت هنا كده، تمام. وبرده هنا نفس ما حصل هنا كده حصل هنا، اللي هو بقى summation اف اكس سكوير على ان، اللي هو القانون اللي بجيب بيه الميو، تمام، للجروب داتا اللي انا بزود برده الاف. بعد كده اقسم برده على ان اللي هو عدد المجتمع، تمام. طيب في السيمبل كل ده كان في البيبوليشن، طب في السيمبل اللي هو الاس سكوير برده سيجما اكس ناقص اكس بار سكوير على ان ناقص واحد. طيب انا باجي افكها برضو، افكها ازاي؟ برضو وزع برضو التربيع ده هنا، وبعد كده اعوض بقانون الاكس بار اللي هو كان سيجما اكس على ان، وخلى برضو السكوير زي ما هو، وكتب برضو الان ناقص واحد تحت زي ما هي بس. فالموضوع بسيط يعني. وبعد كده رحت جايبين مدي مثال بسيط ايوه عليها اهو، تمام، برضو جاي برضو من على النت بحيث ان هو يفهم الناس. طبعا هو كان مدينا كده الكلاسز جاهزة، تمام، من 20 ل 30 ومن 30 ل 40 وهكذا، ومديني برضو الفريكوانسي بتاعها. بعد كده انا بجيب الاكس ميد بوينت، هما بيرمزوا لها بالرمز ان كابيتال، تمام. يبقى من 20 ل 30 الاكس ميد بوينت بتاعي 25، بعد كده ضرب الاف في الاكس ميد بوينت اللي هي اف في ام 6 في 25 ب 150، بعد كده جاب الام ناقص الميو اللي هي الاكس ميد بوينت ناقص الميو اللي هو المين بتاعي، طلع عندي بكام؟ طلع عندي ب 18، اللي هو 25. الميو كان مديهم اكيد في المسألة الميو، لكن هي مش ظاهرة عندي هنا، تمام. فالمهم ظهرت جت بسالب 18. بعد كده طبعا، وده هنا طبعا الام ناقص ميو سكوير، بعد كده ضربها في بعد كده ضربها هنا في الاف في الخطوة الأخيرة، بقت اف ضرب ام ناقص ميو سكوير، فبالتالي طلعت عندي الأرقام دي. جاب السمشن بتاع اللي هو باتنين ب 7200، تمام. بعد كده راح معوض في القانون اللي هو طبعا كان السيجما سكوير كانت بتساوي ايه؟ سيجما اف ضرب ام ناقص ميو سكوير على ان، اللي هو 7200 على 50 اللي هو سيجما اف، طلعت عندي ب 144. بعد كده جاب الستاندرد ديفيجن اللي هو الانحراف المعياري، جاب الجذر بتاع السيجما سكوير اللي هو جذر 144 بيساوي 12، تمام. بس ده كده المسألة بمنتهى البساطة. مدي برضو مثال تاني على الستاندرد ديفيجن، نفس الكلام ولكن هنا في عينة سيمبل، فكله طبعا كلام بسيط يعني. برضو هنا نفس الكلام كلاسز، بعد كده الفريكوانسي بتاعها، بعد كده جبت الميد بوينت بتاعهم بتاع كل كلاسز، تمام. بعد كده جبت الام ناقص الاكس بار، هنا المرة دي اكس بار مش ميو لو انتم ملاحظين يعني. بعد كده حسبت هي الحزه بتاعتها كام، بعد كده جبت السكوير بتاعها التربيع، بعد كده ضربتها في اف عشان دي جروب داتا بتاعتي، كان هي مدياني كلاسات الجروب داتا اللي هي بتكون كلاسز بمعنى اصح يعني، تمام. الان جروب داتا اللي هي بتكون ارقام عشوائيه. بعد كده جبت السيجما بتاعهم، عوضت طبعا في القانون، هو هنا عوض بسرعه لو انتم ملاحظين، هنا راح جاب الاس على طول، ما جابش اس سكوير، بعد كده راح جاب الجذر بتاعها، لا هو هنا حطها في القانون على طول مره واحده. فكتب الرقم اللي هو 1531.8 قسمة 80 ناقص واحد، طلعت عنده بكام؟ طلعت عنده ب 4.403. وكده كده كده المثالين اللي انا كنت جايبهم من على النت. نكمل بقى بعد كده، دخل الدكتور في حاجة تانية اللي هي اسمها random variable and their distribution، تمام، اللي هي result distribution for discrete random variable، اللي هو عبارة احتمال نظرية ذو الحدين، تمام، في المتغيرات العشوائية. ايه بقى نظرية ذو الحدين اللي هي الباينوميال ديستريبيوشن دي، تمام؟ قبل ما نخش على الباينوميال ديستريبيوشن والكلام اللي الدكتور دخل عليه، انا حبيت ادي بس كده مفهومين بساط جدا عشان يفهمونا اللي جاي في الاحتمالات اللي هو البروبابيلتي. يعني اي احتمال في الدنيا لازم يتراوح ما بين صفر وواحد، يعني مفيش احتمال بيكون اقل من الصفر يعني بالسالب، ومفيش احتمال اكبر من واحد يعني يكون مثلا اتنين او تلاتة، هو الاحتمال لازم يكون من صفر لواحد، تمام كده. تاني حاجة انا مديها، قلت ان السيجما بتاعة الاحتمال، يعني انا لو عندي كذا احتمال اما اجي اجمع الاحتمالات كلها اللي عندي لازم تديني واحد، يعني انا لو عملت مثلا دراسة
على عدد 10 أشخاص مثلا، وشفت هل العشرة دول لابسين نظارات ولا لأ. طلع عندي اللي لابسين نظارات عبارة عن 4 من 10، واللي مش لابسين نظارات 6 من 10. تمام، إذا أنا لو جمعت 4 من 10 و6 من 10 هيطلع عندي كام؟ هيطلع عندي الواحد. يعني أنا كده أستنتج من كده إن أنا مثلا ما ينفعش أكون بعمل دراسة ويطلع عندي مثلا اللي لابسين نظارات مثلا 4 من 10، واللي مش لابسين نظارات مثلا 7 من 10. تمام، لأن هنا كده هيطلع عندي إيه؟ هيطلع عندي 1 و1، فبالتالي ده كده كلام غلط. فانا كده ده اللي انا بستفيده من النقطتين دول، اللي انا اعرف ان اي احتمال عندي ما ينفعش يكون اقل من الواحد، وما ينفعش يكون اكبر من الواحد، قصدي ما ينفعش يكون اقل من الصفر، وما ينفعش يكون اكبر من الواحد. تمام كده، ومجموع الاحتمالات عندي لازم يساوي 1. تمام، بعد كده دخلنا في حاجة تانية اللي هو ايه بقى، السكسس والفيلير. تمام، السكسس انا برمز لها بالرمز بي اللي هو احتمال النجاح، والفيلير اللي هو الفشل برمز له بالرمز كيو. تمام، فمدي مثال بسيط جدا هنا، بقول اف بي اللي هو النجاح بيساوي 3 من 10، اذا او ذن الكيو بتساوي كام؟ بتساوي 1 ناقص بي اللي هو 1 ناقص 3 من 10، اللي هي هتساوي كام؟ هتساوي 7 من 10. يبقى اذا عندي ايه؟ البي زائد الكيو بتساوي 1، اللي هو احتمال النجاح واحتمال الفشل عندي بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى انا كده ايه؟ حققت الايه؟ حققت الشرط بتاعي اللي فوق. كلام جميل. بعد كده راح الدكتور ادانا شوية رموز كده اللي هي بي اي ان اس. تمام، البي اللي هي باينوميال، والاي اللي هي اندبندنت، والان اللي هي نمبر اوف سيمبل، والاس اللي هي سكسس. طبعا برضو الفايدة منهم ايه انا مش عارف. بعد كده دخل الدكتور بقى على طول على نظرية ذات الحدين اللي هي الباينوميال ديستريبيوشن. تمام، طبعا في عندنا اول حاجة هنا اللي هي طبعا قبل ما يخش على نظرية ذات الحدين اللي هي باينوميال ديستريبيوشن، حبي عرفت حاجة بسيطة جدا اللي هي الكومباينيشن اللي هي التوافيق. تمام، الكومباينيشن دي طيب بتساوي ايه، او القانون بتاعها ايه هو؟ اما انا اقول ان كومباينيشن اكس، تمام، او ان توافيق اكس، الان دي عندي اللي هي عدد العينة، والاكس عندي الرقم اللي انا عايز اجيبه، بترجمها العلامة دي كده بترجمها بالايه، باللي انا بقول ان فيكتوريال. الفيكتوريال اللي احنا خدناه في اول محاضرة اللي انا قلت مهمة جدا، كانت في اول محاضرة. تمام، اللي هي ان فيكتوريا اللي هو عدد العينه، عدد العينه. تمام، فيكتوريال قسمه اكس فيكتوريال ضرب ان ناقص اكس فيكتوريال. تمام، طبعا انا مش مطلوب مني اعرف الفكه دي او احفظها، لان انا طبعا كله بيشتغل على الاله بيكون زي الفل. في حاجه طبعا مهمه جدا، ناس هتسال تقول لي انت جبت السي دي منين؟ تمام، السي دي بتكون لو حد معاه اله، اكيد طبعا كلنا طبعا معانا الات، يعني هتلاقي زرار الشيفت وهتلاقي علامه القسمه، هتديك ايه؟ هتديك السي. طيب بكتبها ازاي طيب على الآلة؟ لو انا قلت مثلا، يعني هنا انا في المثال ده كان مديني الان ب 50، ومديني عايز يعرف اكس 5. تمام، فهروح كاتب كده 50 سي 5، او اللي هي 50 كومباينيشن 5. طبعا انا برضو فكيتها هنا الفكه دي كده، الدكتور بس كان بس بيفهمنا عامل ازاي، لكن انا مش طالب برضو بالفكه دي ولا هتجيلي اصلا في الامتحان، لان كله زي ما قلت شغل آلة. طيب بدخلها ازاي بقى على الآلة؟ هروح كاتب كده على الآلة 50. تمام، واروح دايس زرار شيفت، بعد كده علامه القسمه، هيروح كاتب لي السي دي كده على طول، بعد كده اروح كاتب له 5 جنبيها، وهيروح حاسب هادي تلقائي خالص في الاله مره واحده. تمام كده، كلام جميل. نخش بقى على نظريه الباينوميال ديستريبيوشن اللي هي نظريه ذات الحدين. النظريه دي بقى بتقول ايه؟ بتقول البي اكس اللي هو احتمال الاكس عندي بيساوي الاكس، ده اللي هو رقم متغير انا معرفوش، عايز مثلا بي 1 بي 2 بي 3 وهكذا. تمام، بيساوي ايه بقى؟ بيساوي ان سي اكس، تمام، اللي هي ان كومباينيشن اكس، ضرب بي اس اكس اللي هي بي بار اكس، تمام، اللي هي نسبة النجاح بار الاكس، والكيو بار ان ناقص اكس اللي هي نسبة الفشل اس ان ناقص اكس. وادانا هنا ان الميو في نظرية ذات الحدين اللي هي الباينوميال ديستريبيوشن بتساوي ان ضرب بي اللي هو عدد العينة في نسبة النجاح. تمام، والسيجما سكوير بتساوي ان ضرب بي ضرب كيو، يعني غير القوانين اللي انا كنت بستخدمها قبل كده خالص. ليه؟ لان انا هنا بستخدم باينوميال ديستريبيوشن، فبجيب ايه؟ فبجيب الميو بتاعته والسيجما سكوير بتاعته. طب مثال على الكلام ده، كان مدينا مثال ولكن ما كنتش فاهمه خالص، او كان اللي كاتبه كان كاتبه غلط، فبالتالي دخلنا على الاساينمنت على طول. تمام، الاساينمنت بقى كان مدينا ايه بقى في الاساينمنت؟ كان مدينا كده بيقول عندي مجموعة طلاب، تمام، او مجموعة طلاب، وكانوا بيقدموا الشغل،
تقديرات الطلاب دي عندي نسبة الناس اللي هي بس اللي هي عدت بس في الامتحان 20%، والناس اللي جايبين تقدير جود جايبين اللي هم 25%، وفيري جود اللي هم 40%، والاكسلنت اللي هم 15%. طيب السؤال كان ايه؟ بيقول لي if the accepted grade of applicant must not be، طبعا طبعا انا ناسي هنا في نوت، تمام، less than very good. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هو الناس اللي عايز يقبلهم لازم يكونوا مش اقل من تقدير very good، يعني هو عايز يقبل very good واعلى، يعني very good و excellent بمعنى اصح، تمام كده. وقال لي ان الناس اللي مقدمين كانوا 20 واحد، اللي هو 20 واحد بس هما اللي مالوا هما اللي قدموا السي في بتاعهم. فبيقول لي find اوجد الاحتمال مفيش حد يقبل خالص، احتمال نو اكسبت، تمام مفيش حد يقبل خالص. ده كده اول حاجه كان هو عايزها، وكان عايز احتمال ان 5 بس هما اللي يقبلوا most 5 accept، واحتمال more than 5 accept يعني اكتر من 5، كان عايز فوق احتمال 5 اكثر حاجه يعني 5 فاقل، وهنا كان عايز احتمال اكتر من 5، وهنا عايز ان 2 بس هما اللي يكسبوا، هيكون احتمالهم كام اللي هما يفوزوا بالتعيين يعني، او اللي احنا نقبلهم. ابدا كده بقى اعرف حاجات مهمه جدا، بس اترجم المساله دي كده. عندي احتمال النجاح عندي ايه؟ هو احتمال النجاح عندي البي اللي هو بيساوي فيري جود زائد الاكسلنت. ليه؟ لان هو قال لي هنا فوق ان انا مش عايز حد يقبل عندي اقل من ايه، ماست نوت بي ليس ذان فيري جود، مش عايز حد عندي اقل من فيري جود. فبالتالي عندي احتمال النجاح بتاعي اللي انا عايز اقبله اللي هو فيري جود زائد الاكسلنت اللي هم الناس اللي انا هقبلهم. فبالتالي عندي كان الفيري جود كانت بكام؟ كانت ب 4 من 10 او ب 40%، تمام، والاكسلنت كانت ب 15%، جمعتهم هما الاثنين مع بعض طلعت 55%، تمام. ده كده ايه؟ البي. طيب عايز اجيب الكيو، اجيبها ازاي؟ قلنا عندي ان البي زائد الكيو بيساوي 1، يبقى اذا الكيو هتساوي 1 ناقص بي، تمام، اللي هي 1 ناقص 55%، اللي هي هتساوي 45%. كلام جميل. طيب ال ان عندي اللي هو عدد العينه بيساوي ايه؟ بيساوي 20. لحد كده تمام. حلو، هنكمل بقى الايه، هنكمل نقول اول احتمال هو كان عايزه، اول احتمال كان هو عايز ايه؟ كان عايز احتمال نون اكسبت، انا مش عايز حد خالص هقبله، مش هقبل اي حد، احتمال اللي انا ما اقبلش اي حد قد ايه؟ اللي هو احتمال بي صفر، تمام. لكن في عندي هنا بقى حاجه لذيذه جدا، احنا قلنا القانون بتاعنا كان ايه فوق؟ القانون كان كان هنا كده، القانون كان ان كومباينيشن اكس، البي اللي هي نسبة النجاح باور اكس، والكيو اللي هي نسبة الفشل باور ان ناقص اكس. طيب انا هنا عملت ايه في الاساينمنت؟ رحت معوض ب 45، تمام، اللي هي احنا كنا جايزينها هنا اللي هي نسبة الكيو، تمام. طب ليه عوضت ب 45 نسبة الكيو؟ هو في القانون بيقول لي نسبة النجاح، وانا هنا عوضت بالكيو اللي هي نسبة الفشل. طيب ليه بقى عملت كده؟ لان هو قال لي احتمال نون اكسبت، احتمال ان انا ما اقبلش حد، فبالتالي هو هنا محدد لي في السؤال بتاعي الغرض بتاعي ايه، النجاح والفشل بتاعي اللي انا مش عايز اقبل حد، انا مش عايز اقبل حد، يبقى النجاح بتاعي ايه؟ النجاح بتاعي اللي انا ما اقبلش حد. فبالتالي اللي هعوض عن قيمة النجاح ب 45، تمام، اللي هي بتاعت الفشل اللي انا مش عايز اقبل حد خالص. طبعا ده طبعا كلام الدكتور يعني اللي قاله في المحاضرة، عشان بس نكون مع بعض يعني. فبالتالي رحت كاتب كده 20 كومباينيشن 0 اللي هو احتمال صفر، بعد كده البي عوضت عنها ب 45 اللي انا مش عايز حد خالص يكسب، فعوضت بنسبة الفشل اللي هي كانت 45% باور 0 ضرب 55% باور 20 ناقص 0 برضو اللي هي تبقى 20 بس. فبالتالي عندي 20 كومباينيشن صفر هتطلع عندي بواحد، ده على الآلة طبعا، ممكن ادخل الكلام ده كله طبعا على الآلة وهيطلع عندي، واي حاجة اس صفر برضه هتطلع عندي برضه بواحد، تمام. فاصبح عندي ايه؟ هيصبح عندي بس اللي انا هجيب 55% اس 20 هتطلع عندي بستة فاصلة 41 في 10 اس سالب 6. كلام جميل. طبعا انا برضه هنا برضه مفسر تاني، بقول انا هنا اخترت بي النجاح اللي هي 45% لان هو طالب احتمال عدم القبول، اذا عدم القبول هو هو الهدف بتاعي، فبالتالي هو النجاح. بعد كده نكمل الدكتور الحاجة المطلوب التاني اللي الدكتور كان عايزه في المسألة اللي هو كان most 5 accept اللي هو x أصغر من أو تساوي 5، اللي هو عايز أكتر حاجة يقبلهم هم 5 أشخاص بس، تمام.
فاحنا هنا دخلنا طبعا في ايه، في الاكسبت. فبالتالي ايه، هبدأ بقى اشتغل الرموز بتاعتي طبيعي جدا، اللي هي هقول هعوض برضو في القانون عادي. فانا عندي هنا موست لايك اكسبت، فبالتالي هقول اللي هو اكتر حاجه طبعا خمسه بس يقبله، فهقول بي صفر وبي واحد اللي هو احتمال ان مفيش حد يقبل خالص، واحتمال ان واحد بس اللي يقبل، واحتمال ان اتنين بس يقبلوا، واحتمال ان ثلاثه، واحتمال ان اربعه، واحتمال ان خمسه. بعد كده اجمع كل دول كده مع بعض، اجيب السيجما بتاعتهم تمام، ويبقى هو ده كده الايه، الاحتمال بتاع اكس اصغر من او تساوي خمسه. طيب نشوف الكلام ده هيتعامل ازاي. طبعا انا قبل ما اشوف الكلام ده انا هنا فسرت طبعا على طول للناس اللي هتكون اتلخبطت. انا عملت ايه؟ قلت هنا انا عكست واخترت بي النجاح ب 55، لان هو طالب احتمال قبول خمسة على الاكثر تمام. بعد كده بدأت بقى ايه اعوض في القوانين. اول حاجة جبتها اللي هو بي صفر 20 كومباينيشن 0 ضرب 55 باور 0 ضرب 45% باور 20 ناقص 0، فطلعت عندي بكام؟ طلعت عندي ب 1.15 في 10 باور سالب 7. بعد كده جبت احتمال واحد ان هو واحد بس عندي هو اللي يقبل، برضو عوضت برضو في القانون وهكذا تمام. بفضل كده لحد ما جبت بي 5 بتساوي كام تمام. طبعا في هنا حاجة لذيذة جدا بس لازم انوه عليها، طبعا الناس عشان تقعد تكتب الكلام ده كده 6 مرات اللي هو بي صفر وبي واحد بي اتنين بي تلاتة بي اربعة بي خمسة، ويقعد يدخل بقى كل الكلام ده كل مرة ويشوف الناتج بتاعه كام، فده طبعا موضوع يعني رخم جدا وصعب يعتبر. فانت على الآلة هتلاقي حاجة جميلة جدا، هتدخل القانون بتاعنا تمام. القانون بتاعنا كان هو ايه، نفتكره تاني كده، القانون كان اهو، كان ان كومباينيشن اكس بي باور اكس كيو باور ان ناقص اكس تمام. انا عندي ان ده ثابت اللي هو عدد العينه، اللي بيختلف عندي مين؟ الاكس اللي هو متغير تمام كده. فاروح مدخل على الاله، هدخل على الاله ايه بقى، هروح مدخل على الاله عدد الان بتاعتي اللي هو ثابت تمام. كان عدد الان عندي في المساله اللي تحت كانوا 20 واحد تمام، فهقول كده 20 واروح دايس شيفت علامه القسمه تديني علامه السي اللي هي بتاعت الكومباينيشن، واروح مدخل الاكس دي متغير زي ما هي كده تمام. بدخلها ازاي؟ هتلاقوا جنب زرار الشيفت زرار اسمه الفا حلو كده، وهتلاقوا على علامه القوس اللي تحت هتدوسوا الفا، وفوق علامه القوس هتلاقوا رمز الاكس تمام. لو حد كده يمسك القلم معايا كده وانا بشرح، هتلاقوا علامه الاكس دي، فتروحوا دايسين الفا القوس هتلاقي فيها اكس، فهتروح عامله ايه، هتلاقي فوق القوس ده علامه الاكس، فيروح عامل لك الاكس دي كده على طول تمام. وانت عندك عارف برضو ان نسبه النجاح عندك كانت 55%، فهتروح كاتب كده 55% تمام. كانت باور كام؟ 55% دي كانت باور اكس، فهتروح برضو عامل علامه الاس اللي هي اكس باور اللي موجوده برضو في الاله، وهتروح عند المربع اللي هو بيسيبه لك فاضي ده، هتروح عامل برضو الفا اكس تمام. طيب بعد كده الكيو عندك برضو هي ثابت اللي هي كانت بكام؟ كانت ب 45%. الكيو عندك كانت اللي هي بكام؟ كانت ب 45% اهي تمام. طيب دي كانت باور كام؟ كانت باور ان ناقص اكس، الان عندي قلنا اللي ثابته اللي هي ب 20، فهو كده 20 ناقص الفا القوس برضو اللي هي تديني الفا اكس. طيب عايز احسب بقى الحسبه دي، اعوض عن الاكس، وكان مديني كان عايز اكس بصفر واكس بواحد لحد خمسه تمام. فهروح عامل كده تحت زرار الشيفت على طول في زرار اسمه كالك او سولف تمام، هتدوس عليه كالك او سولف ده هيقول لك بقى تحب الاكس تكون بكام، هتروح قايل له كالك صفر، هيروح حاسب لك الناتج بتاعها على طول. هتقول له بعد كده تروح عامل كالك واحد، يروح حاسب لك بتاع نسبة الواحد احتمال الواحد بكام تمام. هتقول له كالك اتنين كالك تلاتة كالك اربعة كالك خمسة، فبالتالي هتلاقي المسألة خلصت معاك في اقل من 3 دقائق تمام. دي كده طريقه سريعه للحساب لو عايزين تحسبه بايه، بالاله، بدون ايه، بدون ما ياخد وقت. طيب كلام جميل، نكمل. فبالتالي انا جبت هنا الخمس احتمالات، الست احتمالات اللي هو من احتمال بي صفر لحد احتمال بي خمسة. بعد كده عايز اجيب بقى الاحتمال الكبير خالص اللي هو احتمال الاكس اصغر من او تساوي خمسة، بيساوي ايه، بيساوي احتمال الصفر زائد احتمال الواحد زائد احتمال اتنين زائد احتمال تلاتة زائد احتمال اربعة زائد احتمال خمسة. حلو، هروح جميعهم بقى كده اللي هي القيم اللي عندي دي، اللي هو 1.15 ضرب 10 باور سالب 7 وهكذا.
اقعد اجمعهم كلهم، ادخلهم كلهم على الاله واقعد اجمع. تمام، طبعا انا هنا طبعا كان في عندي غلطه، انا هنا لو تلاحظوا انا جبت عوضت من اول احتمال واحد لحد احتمال خمسه، اللي هم واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، خمس ارقام بس، ما حسبتش احتمال الصفر، فبالتالي عندي الناتج طلع غلط. كويس، فدي بس احنا بس نعدلها او ناخد بالنا منها. انا كتبت القانون صح ولكن سهوا مني فعوضت غلط. تمام، طيب كده يبقى احنا كده خلصنا المطلوب التاني اللي الدكتور كان طالبه. المطلوب التالت كان طالب ايه؟ كان طالب more than 5، يعني كان عايز يقبل اكتر من 5، اللي هو اكس اكبر من 5. طيب انا هنا المسألة مترتبة على بعضيها، طيب هجيبها ازاي؟ احنا هنا لسه في المطلوب اللي فوقيه على طول كنا جايبين ان الاكس مالها اصغر من او تساوي 5. حلو كده اللي احنا كنا لسه جايبين. طيب انا عايز اجيب بقى ان الاكس اكبر من 5، اللي هو الاحتمال المكمل ليها اللي يكملها. مش احنا قلنا احتمال البي زائد الكيو بيساوي واحد؟ هنا مش بي وكيو، ولكن اللي يخلي لي الاثنين يصبحوا بواحد، انا عندي كلهم هم 20 واحد. تمام، مقدمين انا خدت من 5 فاقل، اللي هو من 0 لحد 5، والمطلوب التاني عايز مني اكتر من 5، مش عايز بقى ال5 اللي في الاول دول، هو عايز اكتر من 5. حلو، فبالتالي هروح اعمل ايه؟ هروح قايل كده ان البي احتمال اكس اكبر من 5 بيساوي 1 ناقص احتمال الاكس اصغر من او تساوي 5 اللي انا لسه جايبه فوق، اللي هو ناتج الجمع ده. طبعا ناتج الجمع ده طبعا مش صحيح، لان انا طبعا كنت ناسي طبعا الصفر زي ما قلت. فبالتالي الناتج اللي هيطلع هروح منقصه من 1، هيطلع برضو 99%، ده الناتج ده صحيح في كلتا الحالتين، لان الفروق فروق من 10,000، فكده ولا كده هيطلع عندك اول رقمين 99%. تمام، بعد كده نشوف المطلوب الرابع اللي الدكتور كان عايزه، كان بيقول 2 ار اكسبت، بس هو عايز 2، اللي هو بي اكس بتساوي 2، او اللي هي بي 2 بمعنى اصح يعني. فانا رحت كاتبها هنا كده بي 2، ورحت عامل 20 كومباينيشن 2 ضرب 55% سكوير ضرب 45% باور 20 ناقص 2 اللي هي 18. هتطلع عندي بكام؟ هتطلع عندي ب 3 فاصلة 29 ضرب 10 باور سالب 5. وبكده نكون احنا خلصنا نظرية الباينوميال ديستريبيوشن، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. ده كده في المحاضرة رقم 4، نكمل بقى المحاضرة رقم 5.